بعد ما حملنا الجي دي كي هنعمل دلوقتي الاندرويد ستوديو. الاندرويد ستوديو فيه حاجتين هنا هو بيبقى عامل عليهم علامة صح، لو مش عامل عليهم يعمل تشيك عليهم، اللي هو الاس دي كي والفيتشوال ديفايس. كده دوس نيكست، نيكست نستول، هو بقى هيبدأ عملية التحميل لوحده، وبعد ما يخلص تحميل ان شاء الله هفتح البرنامج واوريكم.